ضحكت قبل كده على الهوا غصب عنك؟ تتذكر حاجة في مسيرتك بالشكل ده؟ هو انا هقول لك، هو طبعا اعفيني من ان انا اذكر اسم لا لا، مش هنذكر حد. الاستاذه الفاضله اللي انا كنت شغال معاها في ذلك الوقت. كان ايامها في مذابح الهوت والتوتسي في رواندا، كانوا قبيلتين نازلين تذبيح في بعض وبيرموا جثثهم في نهر النيل. فهي قالت: والمذابح التي تدور بين قبائل الهوتسي والتوتو. طبعا انا ايه بقيت على طبعا هي يعني انا وكشفت لها، ست سيده فاضله ومحترمه يعني، قالت لي: جرى ايه يا استاذ؟ يعني انت ما بتغلطش؟ قلت لها: لا بغلط. الهوتسي والتوتو. الهوتسي والتوتو يعني. لا دي لازم تضحك ده يعني. ده 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 ضحكت طبعا. عايزه اسالك بقى عن، يعني بمناسبه الموقف ده ورد فعل هذه الاستاذه، خلينا نقول المواقف اللي بتحصل معانا وردود الافعال، هل بتشوف الاجيال بقى اللي دلوقتي او الناس اللي بتتعامل معها اختلفت روحهم عن الاجيال السابقه؟ مش عارف والله، هقول لك حاجه، اصل احنا في اطار قطاع الاخبار، انت يعني انت مش غريبه عنه يعني. انا بحس ان احنا اسره يعني، وبحس ان احنا، العيلة. وبعدين انا بحس برضو يعني، ليس تحيزا لقطاع الاخبار، ولكن انا بحس ان الزملاء اللي انا بتشرف ان انا بنتمي ليهم وانا اقل واحد فيهم، ان هم مجموعه راقيه قوي 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 يعني. حتى لو حصلت خلافات، وده وارد يعني بين الزملاء بين الاخوات، واي اي شغل في الدنيا ممكن يحدث فيه خلافات صغيره يعني، بس بحس انها مجموعه راقيه قوي يعني، مجموعه جميله وراقيه، ممكن مثلا اتنين يتقمصوا من بعض شويه بتاع، بس بعد كده الامور بتبقى بنشوف بتروق. بعض، نبتسم نضحك، رجعت الامور كما كانت يعني. ف يعني هي مجموعه جميله، وانتي من اجمل ربنا هؤلاء الناس يخليك يا يعني. أستاذ عمرو، ربنا يخليك.